الله يا رانيا، هلقيت بعض ما تفشل ان شاء الله. خلصت الغدا واجيت لعندك فورا. معناتها لما كنت مريضه ما كنت رح تجي تزوريني، مو هيك يا ربا؟ لا يا رانيا، انت على البال، معك حق انك تعتذري، بس انا ماني مقصره بزيارتك. هيدي لو شوف بحكي لي عن اخبارك. انا عندي اخبار كثيره، بس بالاول احكي لي عن الحفله المشاركه فيها. هلا عم نقوم التمرينات انا وكل الفرق المشاركه بالحفله، بس هلا عم استنى حتى اخف شوي لاقدر اكمل تمرين الغنيه اللي بدي غنيها. غنية شو؟ غنية حلوه كثير، بكره بس تحضري الحفله تسمعيها. ليش انا معزومه على الحفله؟ ايه طبعا، بس الحفله عامله المدرسه لتكريم المتفوقين. انت معزومه مو بس لحالك، بحالك تعزم مين ما بدك. بدي اعزم باحور. مين؟ باحور. مين باحور؟ هاي القصة اللي بدي لك اياها، مغامرة ممتعة وحلوة، وهالمغامرة اخذت كل وقتي، وطبعا مو انا لوحدي. اسمعي. خلص مات. شو بابا لسه ما خلصنا تحماية؟ ايه انهلكت وانا رايح جاي ورا الطابة. لكن لازم تتمرن يا بحور. ما بدي اتمرن، ما حبيت اللعبة كلياتها. لكرة القدم افضل لعبة بالعالم. اخي ما بدي، خلص خلينا نرجع ندور على اهلي. من بكرة يا بحور بنبدأ دوارة من جديد، طالما ما عاد عندنا مشاكل مع اهلينا. بس ان شاء الله تتذكر. ان شاء الله بيتذكر. طيب واذا ما تذكرت؟ مندور على حل تاني. نسيت الكم. شو؟ بعد ما افترينا اليوم الظهر شفت رجال غريب عم يحوم حوالي البناية. أني بناية يلي ساكنين فيها؟ ايه، وبعد ما قربت منه وسألته اذا كان بده شيء قام هرب ركيد. طيب مين بده يكون؟ ما بعرف، بس ليكون من الشرطة. وليش لا يجي حدا من الشرطة؟ بيجوز مشان باحور. شاني انا؟ لا تخاف باحور. شو هالمصيبة؟ كل ما نخلص من مشكلة بتطلع لنا مشكلة جديدة. كان ما لازم يخليه يفلت منا. كيف ما خليه يفلت؟ اول شيء كنت خجلان منه، بس لما تلبك حسيت انه في شيء. معناها لازم ما نترك باحور لوحده. حتى لو كان معنا رح تاخذ الشرطه غصبا عنا. طب شو لازم نساوي هلا؟ انا بدي صير راقب مدخل البنايه من شباك غرفتي، اصلا انا شفت الرجال من شباك غرفتي. طيب وبعدين؟ ما بعرف، بس لازم نعمل شيء. طيب ما بدكم تكملوا الشوط؟ باحور انت قاعد وتفرج علينا احسن شيء. في عندي فكرة ظريفة أستاذ. قول شو هي؟ أستاذ شو رأيك إنه نحرق بيت عايد بالطريقة هاي؟ بتنحرق معه لوحة وهيك بنضمن إنه اللوحة ما تدخل المسابقة أستاذ. يعني هي الحقيقة فكرة حلوة. بالفعل فكرة حلوة. بنحرق ليش لا؟ بس مو بيت عايد. لك شو بدنا نحرق أستاذ؟ عقلك هالمعفن، أفكارك هالمعندة، لك أنت شو بك مالك إذا حرقنا بيت عايد تعترق اللوحة؟ يعني أستاذ هي مجرد فكرة وفكرة. لا عاد بقى تشغل لي راسك بهيك أفكار، تطرب منك لهيك أفكار. اسمع أستاذ شو عم يحكي لك، شو هالأفكار هاي؟ ما بتعرف إذا حرقت البيت بيصير في حريقة وبتنتزع البيقة؟ بيقة؟ لك بيقة يا دب. أيوة. وبعدين من إيمت صرت تعرف تحكي أنت وياه بالبيئة؟ لك يا نية عن الخليقة، أنت وياه ما بتفتحوا دمكن ولا بكلمة، بتسمعوني وبس. خلص أستاذ مثل ما بدك، هي سكتنا وما رح نحكي إلا لما بتطلب منا. خلص. شاطر شاطر يا صافي. المهم نحن الثلاثة هلأ منروح، أنتوا اتنيناتكم بتاخدوا الناطور وبتروحوا فيه على مدينة الألعاب. يا سلام مدينة الألعاب. إيه وبعدين؟ لك لسه ما خلص كلامي. لك شو قصتك يا صافي؟ خلي الأستاذ يكمل كلامه يا أخي، ما بس هيك. كمل استاذ كمل. اسمعوني منيح وبلا سرسره، بدي اياكم تاخذوا لي الناطور على مدينه الالعاب، تتعبوا لي اياه قد ما فيكم، ما تتركوا لعبه وما تلعبوا اياها. بدي اياه يرجع على غرفته يكون هلكان مستوي ما قادر يفتح عيونه من التعب والنعاس. ايه استاذ هي بسيطه، اترك هذا الموضوع علي، انا رح اركبه بالدويخه وبعدين بالمقص وبعدين فوتوا على مدينه الاشباح. استاذ يعني بلكي نحن كمان تعبنا معه. انتوا اثنين يا فهمانين، واحد بيلعب معه والتاني بيرتاح، وكل فترة بتبدلوا مع بعضكم البعض. لك ايه شو بدك كل هالذكاء؟ يا لطيف يا استاذ يا لطيف، معوش عبقرية اشهد شوف عباقرة مثل العبقرية ده ما شافت عيني. فعلا استاذ انت عبقرية. شو
شو هالمغامرة؟ فعلا مغامرة حلوة. وكل شيء عم يسمع ما بحس حاله ارتكب أي غلط، نضطر نحن بعدين نشرح له كيف لازم يتصرف. بعد إيه بينتبه للغلط؟ إيه بينتبه للغلط ومو بيعيده. معناتها إذا بقي معكم فترة رح يتعلم كل شيء. أكيد دغري عم يلقط المعلومة. وإذا ما لقيتوا لأهله شو كنت تساووا؟ ما حدا منا عم يعرف، هلا نحن عم نعمل محاولات. ما بظن إنكم تلاقوهم، المسألة مو بهالبساطة، عم تقولي إنه مفقود من سنين طويلة. هاي هي المشكلة، بس نحنا ما لازم نيأس، عم نحاول، بركي إن شاء الله منستفيد شي. يا ريتني كنت معكم. وشو المانع إنك تكوني معنا؟ ما بقدر، منعني الطبيب وطلع من البيت، وثانيا مشان تمرينات الحفلة. إيه صحيح، نسيت حفلة التكريم. وعك ما تجي ها، وجي معك باحور، على فكرة باحور اسم حلو. إيه، هذا من أسماء القمر. أهي غادة. مشان الله تعال، ما بعرف بابا شو صار له. شوفي شوفي غادة، غادة طولي بالك، ما عم بفهم عليكي ولا كلمة، هدي حالك شوي واحكي. ايه طيب والدكتور؟ ايه الدكتور عنده، بس هو طالعنا لبرا، انا خايفة كتير يا عالد، خايفة كتير. طيب طيب غادة اهدي شوي اهدي شوي، انا جاي لعندك فورا مسافة الطريق. الله يخليك لا تطول، عم بستناك. ها دكتور لازم ننقله للمشفى فورا. ليش شو في؟ هلا ما في داعي للشرح، ضروري ننقله فورا. قولي على امتي. شو دكتور طمنا؟ الحمد لله، الحمد لله مرت الأزمة على خير. ايه تمام. طب فينا نعرف بالتحديد شو صار معه؟ صار معه هبوط مفاجئ، لأنه ترك الدواء بدون ما يرجع للطبيب. نحن عملنا الإجراءات اللازمة والحمد لله الله قدرنا أنه نعمل شيء. منقدر نشوفه دكتور؟ هلأ صعب، صعيد زال عنه الخطر بس لساته تعبان. عن إذنك غادة، أنت ما فيك تقولي لي بالتحديد شو اللي صار معه؟ من فترة أجده نغزة، قلت له يا بابا راجع الدكتور، قال لي بسيطة، هاي النغزة صغيرة وبتروح. لهالدرجة هو مو مهتم بصحته؟ هيك وهيك، من فترة ما عاد أخذ أدويته بانتظام. إن شاء الله خير. طيب امشي خلينا نقعدنا بشي محل أحسن ما نوافين هون. ما راح أتحرك من هون لشوفه وأطمن عليه. اسمعي مني، خلينا نروح نقعدنا شالة نص ساعة زمان ونرجع بكون تحسن إن شاء الله. بعدين أمك وينها؟ قاعدة بغرفة الانتظار، تعبت كتير. معناتها امشي امشي نطمنها. الله يعطيك العافية يا أم آدم. الله يعافيك يا رب. شو وينه آدم؟ آدم قاعد بالغرفة جوا مع رفيقه. بعدين أنا ما قلت لك تترك الشغل مشان صحتك يا أم آدم. شوي وبخلص من هالعباية. بعدين يا حبيبي إذا ما اشتغلنا كيف بدنا نوفي هالدينار؟ إيه بس مو على حساب صحتك. مين قال لك إني أنا تعبانة؟ الشغل كتير بيتعب يا أم آدم. لا تعب كتير ولا شيء حبيبي، انت عم تتوهم. بعدين احسن ماني قاعده لا شغله ولا عامله، عم بتسلى. لك روحي الله يعطيك الصحه والقوه والعافيه يا رب. انا عايز احضر لك الغداء وانا قايم ساعدك. يلا يلا على كل يلا ألف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ابني ويرضى عليك. من يوم رايح بتاخذ ادويتك بانتظام؟ حاضر يا ماما بتمر يومك. الحمد لله الله قدر لطف، كنت رح تروح فيها. بعيد الشر عن قلبك، من يوم رايح بدك تريح حالك وما تجهد نفسك، سمعت شو قال الدكتور؟ يا بابا يا حبيبتي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بس نحن كمان ما بصير نرمي حالنا بأيدينا للتهلكة. يا حبيبتي يا بابا، حاجة تكبري القصة وتتوهمي. بابا صحتك أهم شيء بحياتي، بدك تدير بالك عليها وكتير كمان. صحيح يا بابا، صحة نعمة. ربنا سبحانه وتعالى يسألنا عنه. بس عن جد عمي من هلا ورايح صار لازم تدير بالك على صحتك. شي حلو شي حلو، هاي صرتوا اثنين علي. شو ما بدك صفي انت معهم كمان؟
طبعا بدي صرف معه، وهي صرنا ثلاثه عليه. يا حبيبي بدنا نستحملها شوي. يا الله شو ما صرت بزيارة لميا. حكيتي شي عن باحور؟ طبعا، وقديش تمنت انه تشوفه. بابا خديها عندها. مو هلا، عندها مشاركة بحفلة المدرسة. حفلة شو؟ الحفلة تكريم متفوقين. شلون بدها تشارك وهي مريضة؟ بس تحسن صحتها، والحفلة مو هلا، بس عم تقوم تدريبات. وهي بشو بدها تشارك؟ بالغناء، قال بدها تغني غنية كتير حلوة. بابا ليش صوتها حلو؟ صوتها حلو كتير يا بابا، ودائما بتغني باحتفالات بصير بالمدرسة. وانتي بدك تحضري الحفلة؟ طبعا، عزمتني وطلبت مني اعزم بابا وماما، واعزمك كمان، واعزم باحور. يا لطيف على الحظ اللي عند باحور. ليش شو بابا؟ ايه شايف الكل عم يهتم فيه، معقولة هالحظ اللي عنده؟ وانت ما بدك تحضر الحفلة؟ إذا كان وقت الحفلة ما بيتضرب مع وقت عملي بروح، ليش لا؟ بس كرمالكم مو كرمال صوت لمياء. ليش عم تقول هيك؟ صوتها بجنن. ها مشان ما جن بابا، عن جد صوتها حلو وبكره بتسمعه. خلص بابا، ايه عم امزح. يا لطيف ما اشترك بالدفاع عن الناس اللي بتحبيها. يعني غلط شي ماما؟ بالعكس حبيبتي مو غلط، وهي شغلة كتير منيحة فيكي. وانتي ماما ما بدك تحضري الحفلة؟ ليش بتعزميني؟ شو هالحكي؟ انت اصل الحفله كلها. وانا؟ انتوا الاثنين. يا لطيف قديشك مكولكي. انت ما تتدخل بيني وبين ماما وبابا. لما بدي اشوفك عم تكولكي اكيد بدي اتدخل. لا ما تتدخل، فهمت؟ يا علينا، هلا رح تخانق ومشاننا. هو على طول بيجاكرني. يعني وانت ضروري تردي عليه؟ لانه كلامه بسم البدن. طيب يعني انت كلامك عسل ما شاء الله. احسن منك. شو بابا؟ شايف رح تقلبوا لنا اياها جد؟ معقول بابا انا زعل اختي؟ شو بدك اياها ما تنام الليل من نهرها؟ استاذ يسري؟ ايه. انا شايف انه كل سكان البنايه ناموا. شايف الهدوء؟ انا ماني سامع ولا صوت. يا اجدب هدول الناس اكابر، شو بدك اياهم يطبلوا ويزمروا بالليل؟ شو مفكرهم مثلك؟ لا يا أستاذ يسري، أنا بحب الهدوء. إيه لكن اهدى وخلينا نراقب على الهدوء. أنا مجرد ملاحظ عمولة، ملاحظ. اسكت وبلا كترة العيال. سكتت، تعي سكرت تمي. بيكون أحسن. لك معقول أنت يعني لها عين عم نجيبك معنا؟ أنت شو دخلك أنت؟ شو دخلني؟ كل ما نجيبك معنا بتزعجوا الأستاذ يسري. لك ما عم بتزعجوا، ما عم بتزعجوا. أنا عم أقول ملاحظة. هي ملاحظة هي. لك خلاص أنت ويا أحسن ما أفتح أبركون هنا. كتر خيرك يا استاذ. وين استاذ؟ اسمع، شو بتروح هلا لعند الناطور وبتعزمه على مدينه الالعاب؟ وبتروح انت معه كمان؟ يلا تحرك. انا بروح معه. يلا يلا. حاضر استاذ. يلا تحرك. يلا تحرك تحرك. روح 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 على السريع، لا تخلوا حدا يحس عليكم. شو عم ضحكة؟ قلي ليش عم تضحك؟ هلا سمعني بعدين بحكي لك. طب ليش أنا ما عم بضحك؟ تفضلوا تفضلوا تفضل يا مين. اهلين وسهلين باحلى رفقات واحلى رايق. يا مين يا مين. بتحب تقعد هنا من نقعد فوق بجنينين؟ لا هون ولا عجنينين ابدا. وين على الاسطوح؟ لا لا على الاسطوح. شو اسطوح؟ اسطوح رفقاتك. انا محل بتحبه كثير 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 وراح تنبسط فيه وتروق. يا سيدي بارك الله فيكم. وين رح تاخذوني؟ وين مفاجأة؟ شو مفاجأة؟ مفاجأة لي وين تقول؟ خلص فيه مفاجأة لي مفاجأة. يلا جاهز حالك يمشي. أنا جاهز. يلا بس أنت قولي لي وين. بس مفتاحك بجيبك لسيره في البيت. لك أخي مو ضروري المفتاح، حتى لو نسيته فسكان البناية عندهم نسخة تانية. على فكرة أخذ معي مصاري؟ مصاري على حسابنا يا أبو أمجد. يا أخي شو بدك بالحكي؟ أكابر أكابر ولا أكابر؟ تفضل. لا والله مش هو اسمع شيء. أنت ما بصير ما بصير. بارك الله فيك. أبيت أحبوه.
يلا غدا خلينا نمشي نحن عم مضينا. لا انا بدي ضل هون نام عنده. لا بابا الله يرضى عليك ما في داعي. ماما وين بدك تنامي؟ بنام هون على الكرسي. يا غدا شو هالحكي ما في داعي للخوف. وبركي احتاج شيء. هاي الممرضين كلهم حوالي ما عم بيتركوا ولا دقيقه ما شفتيهم؟ ايه لو كان اذا بضل انا احسن. لا يا بابا صدقيني ما في داعي. بعدين انا الحمد لله شاعر بتحسن. هلا لو يسمحوا لي اطلع لاطلع. خلص يا غادة الدكتور طمنا وقال انه ما في مشكله. ما في داعي للقلق ليش بدك تنامي هون؟ كيف بدك يعني اتركه وروح؟ خلص بابا الله يرضى عليك روحي. طيب امضي لالله. بابا بدك شيء؟ سلامتك حبيبتي الله معك. بدك مني انا كمان شيء؟ سلامتك الله معكم. الله يسلمك. يلا مع قلبك شر عمي بنشوفك بكره ان شاء الله باذن. لا تطولوا عمو. لا يلا خلص. ما حنطول. دير بالك على حالك معافى ان شاء الله. الله معكم. على الملاهي. ممنوع حبيبي ممنوع. ليش ممنوع لك عمي؟ حبيبي هي المدينة مخصصة بس للعائلات. حلو كتير نحن عائلات. يا عمي وامجد معنا ونحن جماعة كبر. نحن جايبين العمي ابو امجد عشان نلعب نحن وياه بالملاهي. يا عمي انا عائلات عندي عائلة بالبيت. حبيب قلبي روحوا جيبوا عائلاتكم فوتكم على عيني وعلى راسي. بلا عائلات ما فوتكم فمان ولا لا؟ لك يا ابني عائلتي بتضيع عمي بتجيبها. حبيب قلبي فوتتكم لجوا بدون عائلاتكم بخل بالقانون هذا الشيء. فمان بخل بالقانون؟ ايوه. امشوا 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 امشوا. السلام عليكم. وهلأ يا عايد ما صار الوقت لتطلع فيه لوحة من بيتك. آخ قديش تعبتني انت ولوحتك يا فنان يا عبقري. رح نشوف بقى اذا كنت رح تفوز بالمسابقة على لوحتك يلي شايف حالك فيها وعم تتباهى فيها وكأنه اللوحة الوحيدة بالعالم. رح نشوف يا انا يا انت. وين مخبي اللوحة؟ أنا متأكد إنه بالبيت بس وين مخبيها؟ وين وين؟ تفضل يا أبي تفضل. لا شكرا غير مرة إن شاء الله. فوت شوي. معلش بس يطلع عمي بالسلامة بنجي. يكتر خيرك يا أبي عزبناك معنا. لا يا مرت عمي ليش هيك عم تحكي؟ أنا ماني غريب أنا واحد منكم وفيكم. وعز والله الله يرضى عليك. بدك شيء؟ سلامة قلبك عن إذنكم. عائد أنا خايفة. من شو؟ ما بعرف. بابا أول مرة بينام برات البيت. دعيله الله يشفيه ويقيمه بالسلامة. يا رب. معلش غادة صبري شوي. كل الناس معرضة للمرض. أهم شيء نحن ندعيله إنه الله يشفيه. إن شاء الله يا رب. لذلك حاجة حزن بقى. واحمدي الله إنه أزمة أبوك أزمة عارضة وما لقيت تأثير على صحته. طيب ليش نيموه بالمستشفى؟ نيموه عشان المراقبة حتى يطمنوا على صحته ويكون تحت إشراف الأطباء ومراقبته بس مو أكتر. شكرا على وقفتك معنا يا عائد. غادة أنا هذا الحكي ما بحبه. إذا بدك تشكريني معناته أنت ما بتبرتيني غريب. خلص
فوتي ارتاحي هلا وتصبحي على الف خير. وانت بخير.